Check this out. ولكن كرة لا يسمع الحياة تفعل خير تجدوه. خسارة مباراة ولكن ميلاد منتخب عالمي. خسارة ماتش ولكن ميلاد فريق أسود. الأسود رجعت لجيل الذهب لجيل كاماتشو وشيب وشيبة والنيبت وباقي الكبار. 1-0 البرتغال. رونالدو أمن النقاط الثلاث ولكن المغرب نالت احترام الجميع، نالت احترام العالم، نالت 0 نقاط وخرجت رسميا من المونديال ولكن بأداء عالمي وبأداء رائع. هي الكورة اللي رفضت، هي الكورة اللي ما دخلتش، هي الكورة اللي ما حبتش. نعود الآن للزميل خالد ياسين. المغرب أبدعت والبرتغال فازت. كنت قد قلت لك وذكرتك بما قلته لي بأن البرتغال سيواجه مباراة صعبة اليوم وفاز بعد مخاض عسير. وكما قلت زميلي خالد، انت قلت 95 دقيقة المغرب لعب 90 دقيقة، خسارة الخمسة دقائق الأولى اللي حكمت في المباراة. ميلاد منتخب عملاق حقيقة، ذكرني ماتش البرتغال في كودا الأخيرة وذكرني بشيل شيفو ورفقائه في ماتشات دوري المجموعات اللي تظلم فيها المغرب. اليوم تظلم كورة ونحب نقول خسارنا في كل ماتش فما حاجة نضيفها ولكن حاجة ديما تنقصنا، قاعدة تنقصنا. في بعض المباريات الأولى المنتخبات العربية قلت فما الروح ولكن لا تكفي، يلزم مهارة. اليوم المغرب أعطى المهارة والشطارة ولكن مع الروح والمهارة نقصتنا حاجة أخرى اللي هي الهداف. اليوم المغرب ربما الهدوء هداف والهدوء أمام المرمى باش يحقق انتصار كان مستحق. اليوم رونالدو والبرتغال البحارة خطفوا الانتصار أمام فريق مغربي كان أكثر من رائع. بالحق عمل أداء كبير كبير برشا متفق عليه.